بسم الله الرحمن الرحيم. يعطى تكملة للدرس الثاني من Chapter 4، وهو خلنا نحكي المحاضرة الثانية والمحاضرة النهائية لChapter 4، لأنه Chapter 4 خلينا نحكي الزبدة منها اللي هي إنك تعرف Determinant of Two Dimension اللي هي Two Matrices و Three Dimension اللي هي مصفوفة ثلاثية ومصفوفة ثنائية. طيب، في عندنا تعريف لا خلينا نحكي للديتيرمينت، لانه احنا اخذنا اللي هو هذا السيمبول اللي شرحنا عنه المره الماضيه اللي هو سيفيتا سيمبول. هذا اللي حكينا له ثلاث قيم، يا زائد واحد يا ناقص واحد يا زيرو. فخلينا نحكي احنا اذا بدنا نوجد الديتيرمينت فبنعمل ان سميشن حسب اللي هو الدايمنشن اللي موجود عندي. لو عندي 2 دايمنشن بناخذ بس الاي والجي، لو عندي 3 دايمنشن بناخذ الاي والجي والكي، فكله بنجمعه من واحد لان حتى يعني خلينا نحكي اي تمثل خلينا نحكي الصف، او خلينا نحكي الدايمنشن ليش نحكي الصف، لانه عندي الاي جي كي يعني لو اخذنا مصفوفه ثلاثيه كلها بتتراوح من اي عشان نغطي كل العناصر التسعه اللي هي مصفوفه 3 ب3، فالآي بتتراوح من 1 لـ3 والجي من 1 لـ3 والكي من 1 لـ3. فمنحط هذا السيمبل اللي هو السيفيتا سيمبل اللي هو الآي جي كي، خلنا نحكي لو أخذنا 3 ولو أخذنا 2 نأخذ الآي والجي زي ما راح نشوف في المثال القادم. وبنبدأ بالخلينا نحكي العناصر الآي يمثل العناصر داخل هذه المصفوفة 1 آي حتى نجمع هاي ان سميشن اللي هو نعمل الجمع 1 آي 2 جي 3 كي وهكذا لحد ما نوصل اللي هو ان. لو كانت عندي ان دايمنشن ان اس، يعني احنا اخترنا رموز مختلفة من اي جي كي ال ام ان لحد ما طبعا نستثني الان لانه احنا بنجمع لحد ان، يعني بنختار رموز مختلفة. عادة احنا حكيت لكم بناخذ بس مصفوفة ثنائية وثلاثية فقط. فالديتيرمينت بهذا التعريف، خلينا نحكي التعريف الجنرال هذا خلينا نحكي للديتيرمينت للمصفوفة، هو الصم هو عبارة عن مجموع كل العناصر لما نضربها مع بعضها البعض. يعني خلينا نحكي 9 عناصر، التسع عناصر لما ينضربن مع بعضهن البعض بيعطيني خلينا نحكي تعريف الديتيرمينت. بس احنا ما بناخذ كل العناصر المضروبة مع بعضها البعض، احنا لانه حسب التعريف انه هاي اللي هي السيفيتا هاي اللي هي شكلها زي الابسلون الها حكيت لكم ثلاث قيم، يا زائد واحد يا ناقص واحد يا زيرو. فهسه راح نطبق هذا التعريف لكي نجد خلينا نحكي الديتيرمينت لمصفوفه ثنائيه وثلاثيه. واحنا اصلا عارفين يعني الديتيرمينت للمصفوفه الثنائيه والثلاثيه كيف بنحسب. بالنسبه للثنائيه اللي هو القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي، والثلاثية زي ما أخذنا الكروس برودكت اللي هي الآي والجي والكي لما أخذناهن، وكيف نعمل اللي نختار صف مثلا زي ما شفتوا أنتوا المحاضرة السابقة، سواء اخترنا صف أو اخترنا عمود بنقدر نحسب المحدد باختيار أي صف أو أي عمود. طيب، وبيعطينا طبعا الديتيرمينت بتعطينا نفس النتيجة عند اختيار أي صف عشوائي أو أي عمود عشوائي، المهم تأخذ صف كامل أو عمود كامل. وزي ما شفتوا انتم بنحسبها عن طريق ناخذ صف كامل، ناخذ الصف يعني عنصر عنصر من هذا الصف وبنضربه بناقص واحد اس اي زائد جي اللي هو حسب ترتيبه في المصفوفة، وبناخذ الماينر تبعه اللي هو بعد ما نحذف هذاك الصف وهذاك العمود بيطلع الماينر تبعه وهكذا. عشان هيك طلع عندي مثلا المصفوفة الثلاثية لما ناخذ الصف الاول اللي هي A11 مثلا وبنشطب الصف والعمود، بعدين ناقص خلينا نحكي 1 2 بنشطب برضه الصف والعمود زائد A13. حكيت لكم الموجب والسالب بالتناوب بين عناصر المصفوفة. فلاحظوا هسه بدي انا اعرف الديتيرمينت للمصفوفة الثنائية هذا الاكزامبل N2 يعني 2 دايمنشن، باخذ من I من 1 إلى 2 والجي باخذها من 1 لـ2، هذا الرمز اللي هو السيفيتا للاي جي، باخذ الـ A1J A1I، طبعا هاي لازم تكون I، هاي في غلط مطبعي هون، هاي A1I A2J. فلاحظوا أن لما أجي جمعت أول شيء بجمع للجي، الجي بطبقها أول شيء 1 فبصير عندي Epsilon I1 A1I A2 1 بطبق الجي 1 زائد AI2 A اللي هو Epsilon أقصد Epsilon I2 الـ A2
خلينا نحكي طبقتها. طبعا اول شيء طبقت الجي واحد، هاي خلصنا من الحد الاول. الحد الثاني بطبق الجي اثنين، لما طبق الجي اثنين بصير عندي اي اي اثنين لهاي الحد هذا، بعدين اي ون اثنين، بعدين اي اثنين اثنين، او هنا اي ون اي، وانا بتلخبط هنا، هاي الحد الاول اي. طيب بعد ما اي ون اي اي تو تو، بعدين بطبق الاي واحد والاثنين، يعني بعد ما اجريت الجمع بالنسبة للجي بجري بالنسبة للاي. اول شيء بطبقها واحد وبعدين بطبق اثنين، يعني بطلع معي اربع حدود. فعندي هاي ابسلون 1 1 اي 1 1 اي 2 1 ابسلون 1 2 اي 1 2 اي 2 2 زائد ابسلون 2 1 اي 1 2 اي 2 1 زائد ابسلون 2 2 اي 1 2 اي 2 2. طيب هسا احنا عرفنا هذا السي في تي انه لو في عندي تكرار في الاندسيز بيعطيني زيرو، اذا الاي 1 1 والاي 2 2 بيعطيني 0، فاذا اي شيء مضروب فيهم هذول اللي هو الحد الاول والرابع بيعطيني 0. نيجي على الحد الثاني والثالث. الحد الثاني والثالث لما تكون ابسلون 1 2 الترتيب صحيح فبتعطيني زائد 1، لما بتعطيني ابسلون 2 1 الترتيب مش صحيح. لما نيجي نعمله ترتيب صحيح زي ما اخذنا مثال في اخر المحاضره السابقه، اذا احنا بحاجه الى يعني نعمل اللي هو ترانسبوزيشن واحد، فبيطلع عندي الابسلون ناقص 1. عشان هيك بنعوض مكان الابسلون 1 2 في الحد الثاني، خلينا نحكي بنعوضه واحد، بصير عندي a 1 1 a 2 2 هذا اللي هو القطر الرئيسي للمصفوفه ناقص a 1 2 a 2 1. فلاحظوا هذا هو الديتيرمينت للمصفوفه الثنائيه، يعني هذا احنا استغنينا من التعريف فقط لنثبت ان اللي هو الديتيرمينت للمصفوفه الثنائيه هو هذا الكلام اللي هو الحد الاول من المصفوفه في القطر اللي هو a 2 2 ناقص، لانه حكيت لكم الحد الاول هذا ابسلون 1 2 اللي هو زائد 1، الحد الثاني ناقص 1، عشان هيك كان عباره عن a 1 1 a 2 2 ناقص a 1 2 a 2 1. نيجي نطبقه كمان للمصفوفه الثنائيه، هاي كمان تطبيقه للمصفوفه الثلاثيه اقصد. لما نيجي نطبقه للمصفوفه الثلاثيه، هاي i بتتراوح من 1 ل 3 والj من 1 ل 3 والk من 1 ل 3. الابسلون طبعا عندي 9 حدود بالاصل، فبدي اطبق او بدي اجمع، خلينا نحكي اول شيء بطبق مكان الكي واحد اثنين ثلاث. فهون شايفين هاي الكي، اول شيء يعني بنعمل اللي هي ابسلون اي جي كي، اول شيء بعوض مكان الكي واحد، هون اي 1 اي اي 2 جي اي 3 واحد، بعدين بطبق الكي بتساوي اثنين وهكذا، بعدين باجي اعمل سميشن بالنسبه للجي، برد اطبق الجي من واحد لثلاث، بعدين برد اطبق الاي من واحد لثلاث. طبعا الجواب النهائي بيطلع معاي اللي هي الديتيرمينت للمصفوفه الثلاثيه اللي زي ما حكيت لكم a 1 1 نفتح قوس مضروب a 2 2 في a 3 3 ناقص a 2 3 في a 3 2، بعدين ناخذ العنصر الثاني اللي هو ناقص a 1 2 ومضروب في الماينر الها اللي هي a 2 1 في a 3 3 ناقص a 2 3 في a 3 1. بعدين زي ما احنا عارفين كلنا بنعرف كيف بنجري اللي هو الديتيرمينت للمصفوفه الثلاثيه. طبعا ابلكيشن هسه احنا ليش بناخذ الديتيرمينت؟ في الها ابلكيشن، اول اشي اللي هو في حل المعادلات اللي هي ان في ان هوموجينيوس. هوموجينيوس يعني الحد الطرف الايمن من هذه المعادلات الخطيه اللي هي اللينير ايكويشن، خلينا نحكي بيساوي زيرو. هوموجينيوس يعني الطرف اليمين بيساوي زيرو. طيب هسه هذا خلينا نحكي هاي المعادلات اللي هي عددها ان اللي هي عددها ان من المعادلات الخطيه، طبعا عندي المتغيرات اللي هو يعني الانون اللي هي المجاهيل في هذه اللي هي ان من المجاهيل اكس 1 اكس 2 اكس 3 لحد اكس ان، بس الكوفيشنت اللي مضروبه في هذه المتغيرات عددها ان في ان، يعني بتشكل عندي مصفوفه ان في ان. فهاي المصفوفه اذا كانت ديتيرمينانت الها زيرو بيكون عندي في حل غير الحل اللي بنسميه تريفيال سوليوشن. شو يعني تريفيال سوليوشن؟ هسه هذا الطرف الايمن زيرو، لو نعوض عن كل اللي هي اكس 1 لحد اكس ان، لو نعوض اللي هو الحل انه اكس 1 بتساوي زيرو، اكس 2 بتساوي زيرو، اكس 3 بتساوي زيرو، اكس ان بتساوي زيرو، فبيطلع عندي حل المعادله هاي اللي هي زيرو. فهذا الحل ما بدنا اياه، يعني انه لما يكون كل المتغيرات بتساوي زيرو، احنا بدنا حل ثاني غير الزيرو. طيب فبنيجي عندنا نيجي عندنا الدقيقة. الش...
الشاشة ذكرت. طيب نيجي عندنا بنرجع للمعادلات، يعني بس تعكبسي فتحت شيء ثاني. طيب نيجي عندنا اللي هو في عندي الديتيرمنت، حكيت لكم بنحط هاي الكوفيشنت للمتغيرات، بنحطها على طريق مصفوفة، نوجد الديتيرمنت لهاي المصفوفة. إذا كانت الديتيرمنت لهاي المصفوفة بتساوي زيرو، فبكون عندي حل. طبعا بعدين راح نشوف كيف هو الحل، بيكون عندي في حل غير الحل التريفيال اللي هو الحل خلينا نحكي البسيط اللي هو انه كلهم بيساوون زيرو. بس اذا كانت الديتيرمنت عندي هاي هون في الملاحظة، اذا كانت الديتيرمنت لا تساوي زيرو، اذا ما في عندي حل لهاي المعادلات الا الحل التريفيال اللي هو الحل البسيط اللي هو انه كلهم بيساوون زيرو زي ما انتم شايفينها. طيب ناخذ طبعا معادلات زي هاي، هيك معادلات اللي هي متغيرين اخذنا x1 و x2 اللي هي x و y. check if the following system has non-trivial solution، بدنا نثبت انه هاي المعادلات الها حل trivial اللي هو هذا 0 0 ولا في الها حل ثاني غير ال 0 0. طيب بنحط 2 x زائد y بيساوي 0، x ناقص y بيساوي 0، اذا coefficient هي 2 1 و 1 ناقص 1. بنحط زي هيك 2 اللي هي الكوفيشنت تبع الاكس، والواحد الكوفيشنت تبع الواي في المعادله الاولى، المعادله الثانيه الكوفيشنت تبع الاكس 1، والكوفيشنت تبع الواي ناقص 1. هاي الديتيرمينانت لها 2 في ناقص 1 اللي هي ناقص 2، ناقص القطر الثاني اللي هو 1 في 1 1، اذا ناقص 2 ناقص 1 بيطلع ناقص 3. بما انه الديتيرمينانت لهاي المصفوفه لا تساوي 0، اذا ذا اونلي سوليوشن الحل الوحيد هو التريفيال سوليوشن اللي هو اكس بتساوي واي بتساوي زيرو، ما إلها حل غير هذا الحل اللي هو التريفيال سوليوشن. إذا طلع الديتيرمنت إلها بيساوي زيرو، بيكون في إلها حل غير اللي هو الحل التقليدي، بس لأنه الديتيرمنت طلعت إلها ناقص ثلاث، إذا ما في غير الحل اللي هو تبع الزيرو، لا يوجد حل آخر لهذه المعادلة. طيب بالنسبة للنون هوموجينيوس، لما يكون الطرف الأيمن ليس زيرو لللينير إيكويشن، من نستخدم قاعدة اسمها كريمرز رول، ما بعرف إذا مرت عليك هاي كريمرز رول لحل المعادلات اللي هي الثنائية أو الثلاثية. خلينا ناخذ بالنسبة للثنائية، يعني طبعا ناخذ a11x زائد a12y بساوي k1، هذا الثابت الأول اللي هو مش زيرو. بعدين المعادلة الثانية a21x زائد a22y هاي بتساوي k2، طبعا هنا في كمان لخبطة، هاي k2 عشان اللي مثلا بيطبع البي دي اف وبلاحظ فيه غلطات لازم يحضر الفيديو عشان يعرف وين الغلطات، لانه بدون الفيديو ما مش راح تعرف انه هاي المعادله غلط، فهاي المفروض انها K2. طيب the solution اللي هو XY can be determined، كيف بتحدد السوليوشن لهذول المعادلتين؟ طبعا السوليوشن حسب قاعده كريمرز بتساوي DX على D، والY بتساوي DY على D. هسه شو هي الD؟ هي عباره عن الديتيرمنت للمجاهيل هاي اللي هي A11 A12 A21 A22. طبعا هاي لازم تساوي، لازم ما تساوي زيرو. ليش؟ لانه هون لاحظوا انه حلها في موجود في المقام بالنسبه للاكس والواي، فهاي اذا كانت تساوي زيرو بيطلع الحل ما لا نهايه للاكس والواي. فعشان هيك لازم انه الديتيرمنت لهاي النون هوموجينيوس ايكويشن لازم بتساوي، ما بتساوي زيرو، مش زي لما اخذنا الهوموجينيوس. الهوموجينيوس لو كانت الديتيرمنت لا تساوي زيرو بكون في حل للهوموجينيوس ايكويشن، بس اذا كانت الديتيرمنت بتساوي زيرو في حاله الهوموجينيوس اذا يوجد حل نون تريفيال. هون لا العكس، هون لازم لازم الديتيرمنت ما تساوي زيرو عشان يطلع في حل للمعادلات اللي هي النون هوموجينيوس. طيب لاحظوا شو معنى الدي اكس هون، معادله الاكس هي عباره عن دي اكس على دي، والواي هي دي واي على دي. الدي اكس نحصل عليها لما نعوض مكان الكوفيشنت اللي هي K1، بنعوض مكان الكوفيشنت للإكس بنعوض باللي هو الحد الأيمن للمعادلات اللي هو الثابت K1 وK2، حطيناها مكان إيش اللي هو الكوفيشنت تبعات الإكس اللي هي A11 A21. لاحظوا اللي مضروبات في الإكس بنسميه الكوفيشنت للإكس، في المعادلة الأولى المضروبة في الإكس هي الـ A11، في المعادلة الثانية هي A21. عوضنا مكان الـ A11 والـ A21 اللي هو بالثابت الموجود على اليمين K1 وK2، حكيت الكون في لخبطة انه هاي لازم تكون K2، فبصير عندي K1 وK2 بنعوضهم مكان الX، وبالنسبة للDY بنعوض الK1 والK2 مكان الايش الكوفيشنت للY اللي هي الA12 والA22، بنحط مكانهم K1 وK2، وبس نوجد هذول 3 ديتيرمينانت اللي هو الديتيرمينانت الأصلي والديتيرمينانت تبعت الX وتبعت الY، بنقسم الDX على D حتى تطلع الX، وبنقسم الDY على D حتى تطلع الY.
هاي اكزامبل طبعا اللي هو 2 اكس زائد واي بيساوي ناقص 4، 3 اكس ناقص 2 واي بيساوي ناقص 6. نطلع وش الديتيرمنت الاصلي للكوفيشنت اللي 2 معادلات الاكس والمضروبه في 2، هاي 2 حطيناها اول عنصر في الماتريس، والواي 1، اذا 2 1. المعادله الصف الثاني 3 وناقص 2 حطيناها، الديتيرمنت الى 2 في ناقص 2 ناقص 4 ناقص 1 في 3 3، اذا بيطلع عندي ناقص 4 ناقص 3 اللي هي ناقص 7. بالنسبه ل هنا ناقص 4 في ناقص 2 اللي هي 8، ناقص اللي هي 1 في ناقص 6، 8 في ناقص 1 في ناقص 6 اللي هي ناقص 6، اذا 8 ناقص الناقص 6 يساوي زائد 6 ويساوي 14. دي واي بتساوي 2 في ناقص 6 اللي هي ناقص 12، ناقص اللي هي 3 في ناقص 4 كمان ناقص 12، اذا بتطلع 0. اذا الحل النهائي للاكس، الاكس بتساوي دي اكس على دي اللي هي 14 على ناقص 7 ويساوي ناقص 2. هون كمان لخبطة، الاكس بتساوي ناقص 2 وليس 0، 14 على ناقص 7 ويساوي ناقص 2، والواي هي اللي بتساوي 0 اللي هي دي واي اللي هي 0 على دي اللي هي ناقص 7 ويساوي 0. فهون كمان في لخبطة، 14 على ناقص 7 يساوي ناقص 2. طيب المثال الأخير اللي هو ثلاث معادلات بدنا نحلهن، 3 اكس ناقص 5 واي زائد 4 زد يساوي 5، 5 اكس زائد 2 واي زائد زد بيساوي 0، 2 اكس زائد 3 واي ناقص 2 زد بيساوي 3. الديتيرمنت الرئيسي اللي هي 3 ناقص 5 4، 5 2 1 2 3 ناقص 2. طبعا هذول لما اوجد كلنا بنعرف نوجد الديتيرمنت لمصفوفة ثلاثية، اخذناها 100 مرة، فبتساوي تطلع، بديش احط الحدود، تطلع ناقص 37. بعدين نيجي من بدنا الدي اكس، الدي اكس بحط مكان الصف العمود الاول اللي هي 3 و5 و2، بحط مكان ال3 وال5 و2 اللي هو الحد الايمن من المعادلات اللي هي 5 0 3. اذا 5 0 3 اول شيء بحطه مكان العمود الاول في المصفوفه الاصليه 5 0 3، بتطلع معي الديتيرمينانت ناقص 74. بعدين الدي واي بحطه مكان العمود الثاني اللي هو ناقص 5 و2 و3، بشيل هذا العمود اللي هو ناقص 5 و2 و3 وبحط مكانه الحد الايمن من المعادلات اللي هو 5 0 3، هاي حطيته في الدي واي، وبطلع الديتيرمنت تطلع 111. اخر وحده الدي زد اللي هي بحط ال 5 0 3 هذا مكان العمود الثالث اللي هو العمود الثالث اللي هو الاصلي 4 1 ناقص 2، بشيله هذا وبحط مكانه 5 0 3، بطلع الديتيرمنت تطلع 148. اذا الاكس بتساوي دي اكس على دي ويساوي ناقص 74 على ناقص 37 ويساوي زائد 2. الواي بتطلع دي واي على دي اللي هي 111 على ناقص 37 بتطلع ناقص 3، واخر شيء الزد بتطلع اللي هي 148 على ناقص 37 وتساوي ناقص 4. اذا حل هاي المعادلات خلينا نحكي الخطيه، اكس بتساوي 2، واي بتساوي ناقص 3، وزد بتساوي ناقص 4. اذا خلينا نحكي هيك بكون انهينا تشابتر 4، تعرفنا كيف نوجد الديتيرمينت، يعني الزبده، الديتيرمينت لمصفوفه ثنائيه، الديتيرمينت لمصفوفه ثلاثيه. نعرف انه هاي المعادله، المعادلات الخطيه لها حل ولا ما لها حل، اذا كانت هوموجينيس، اذا كانت الدي بتساوي 0 لها حل، اذا كانت الدي لا تساوي 0 بكون ما لها حل، غير التريفيال سوليوشن اللي هو كلهن اكس واي وزد بيساوي 0. طيب بالنسبة للنان هوموجينيوس اللي هو لما يكون الطرف الأيمن فيه قيمة الهن، بنتبع كريمرز رول اللي هو بنوجد الديتيرمنت الأصلي للكوفيشنت، بعدين نوجد الإكس والواي والزد عن طريق القانون اللي هو دي إكس على دي ودي واي على دي ودي زد على زد على دي زد. وحكيت لكم الطريقة إنه بنشيل الكوفيشنت تبعات الإكس بنحط مكان الحد اللي هو الأيمن من المعادلات، ومنشيل الكوفيشن تبعت الواي، وبعدين منشيل الكوفيشن تبع الزد، ومنبدل يعني عمود بعمود، يعني الذي يتبدل هو العمود وليس الصف. وبهيك ان شاء الله نكون انهينا تشابتر 4، والمحاضرة القادمة يعني حنبلش بتشابتر 5، يعني بحاول انه كمان تشابتر 5 انه ننهيه على السريع عشان نحدد لكم اللي هو موعد امتحان، وممكن ما ادخل تشابتر 5 في الامتحان فبنعمله بس بثلاث واربعة، وخلي تشابتر 5 لمادة الفاينل لأنه نلحق نعمل امتحان يعني في بداية الأسبوع القادم، لأنه آخر أسبوع تدريس هو الأسبوع القادم. السلام عليكم.